حسب القوافي وحسبي حين ألقيها، أني إلى ساحة الفاروق أهديها. اللهم هب لي بيانا أستعين به على قضاء حقوق نام قاضيها. قد نازعتني نفسي أن أوفيها، وليس في طوق مثلي أن يوفيها. قصيدة عمودية من 185 بيتا، وصفت بإحدى أروع قصائد الشعر العربي الحديث، القصيدة العمرية للشاعر المصري حافظ إبراهيم شاعر النيل. من أشهر شعراء بلاده، التزم بقضايا شعبه وتألق شعره في أغراض عديدة. نظم قصائد كثيرة في الوطن والمرأة ومقومات الهوية العربية الإسلامية في عصر اشتدت مساعي الاستعمار إلى فرض ثقافته. في قطعته الفنية هذه أبدع إبراهيم في تصوير شخصية الفاروق، ذاكرا عدله وورعه وزهده وقوته في الحق، وكسى أبياته بشذرات من سيرته العطرة كحادثة إسلامه. وكنت أول من قرت بصحبته، عين الحنيفة واجتازت أمانيها. قد كنت أعدى أعاديها فصرت لها، بنعمة الله حصنا من أعاديها. خرجت تبغي أذاها في محمدها، وللحنيفة جبار يواليها. فلم تكد تسمع الآيات بالغة حتى انكفأت تناوي من يناويها. سمعت سورة طه من مرتلها، فزلزلت نية قد كنت تنويها. وقلت فيها مقالا لا يطاوله قول المحب الذي قد بات يطريها. ويوم أسلمت عز الحق وارتفعت عن كاهل الدين أثقال يعانيها. ثم يستحضر الشاعر جريمة اغتيال عمر ويربطها بحال الأوطان في عصر الاستبداد والتخلف والاستعمار، فيصير موت الخليفة العادل رمزا لرحيل جيل عظيم من الصحابة الأخيار وبداية عصر مظلم، ويتحول الرثاء المر إلى استنهاض للهمم ودعوة إلى التأسي بأعلام الأمة الإسلامية أصحاب الأمجاد والمعالي. طعنت خاصرة الفاروق منتقما من الحنيفة في أعلى مجاليها، فأصبحت دولة الإسلام حائرة تشكو الوجيعة لما مات آسيها. مضى وخلفها كالطود راسخة، وزان بالعدل والتقوى مغانيها. تنبو المعاول عنها وهي قائمة، والهادمون كثير في نواحيها.